السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دأبت مجموعة من رقابضة المتميزة أن تقوم خلال رمضان الأبرك تنظيم مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم. كما نخص بالشكر الجزيل الرئيس المدير العام لمجموعة منارة السيد محمد زايد، كما نرجو الله عز وجل أن يجعل هذه الحسنة الجارية في ميزان حسنات الفقيد أبينا الحاج عبد الرحمن زايد رحم الله الفقيد، وجعل الله أولاده خير خلف لخير سلف. اجتماعنا في هذا المجلس الذي ستتشرف مسامعنا بتلاوات عطرات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير كله في ميزان يعني سيدي عبد الرحمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. لا أخفيكم أن هذه المجالس كما قلنا سابقا، وخاصة هذا المجلس الذي ينظم في هذه الشركة، هو من المجالس النادرة التي يعز أن تجدها في مكان مثل هذا المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. في المسابقة المخصصة للجمهور الترتيب ديالو هو الشهر التاسع. سؤال صعيب هذا. تسعود والثالث شهر التاسع. 23 سنة. 30 سنة. 23 سنة. 23 سنة. بدون وضوء جميع الصلوات. العصر المعراج هو طلوع والإسراء هو الرجوع. طلوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء والمعراج العودة. الإسراء والمعراج كاين في بيت الله الحرام. الإسراء والمعراج كان صمون كان تلتين. الإسراء هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، والمعراج هو عرج من القدس إلى السماء والسماء. عندي القصة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الأقصى إلى آخر الآية. على الفلاح.